كان بين مخالب صقر سعودي فأفلته إكراما لأطفال إيران. نحن لسنا غزاة حتى نحرق الأخضر باليأس، فلهذا لم نتأخر، ولكن المشهد غير واضح للكثير من المتابعين. أنا طبعاً ما أستطيع أتكلم عن الجندي السعودي وأنا جالس، دائماً أقف. أعلن عن مسابقة يسمى مسابقة مدير جامعة حائل، وهذه المسابقة سوف تستهدف أبنائنا وبناتنا الطلاب في تقديم أفكارهم وأبحاثهم العلمية حول هذه الحرب. أتمنى إن شاء الله تكون أحد أدواتنا في بث وعي.